السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أتباعه وسلم. الحمد لله رب حتى ترضى، الحمد لله رب بعد الرضا، الحمد لله رب أبدا أبدا. اللهم لا سهل لما جعلته سهلا، وإنك لو شئت لجعلت الصعب سهلا. عندنا بقى في الفيديو ده يا جماعة النيرفز الكبيرة اللي في السوركس. في عندنا ثلاث نيرفات كبار في السوركس، الفيجاس نيرف والفرينك نيرف والسيمباثيتك تشين. هنبتدي بالفرينك نيرف. الفرينك نيرف ده يا جماعه واضح ان اسمه فرينك. فرينك يعني ايه يا جماعه؟ فرينك يعني ديافرام، فده النيرف سبلاي اوف ذا ديافرام. ده بيطلع يا جماعه من السيرفايكال ريجون، من الانتيرور برايمري ماي اوف سي 3 4 5. ليه بيطلع من النك وهو رايح يغذي الديافرام؟ بس يا جماعه اثناء الانترا يوتراين فيتال لايف، اثناء الديفلوبمنت بتاع الامبريو، الديافرام كان هنا على فكره، اتكون فوق خالص في السيرفايكال ريجون، وبعدين حصل له عمليه ديسند. وهو في النك كان واخد النيرف سبلاي بتاعه اللي هو الفرينك نيرف من سي 3 4 5، واما نزل الديافرام شد معاه وخد معاه النيرف سبلاي بتاعه اللي اسمه الفرينك. فسي 3 4 5 ده يدل على المكان الاصلي بتاع تكوين الديافرام في الامبريو. طبعا هو طالع من الانتيرور برايمري ماي اوف سي 3 4 5 بس مينلي من سي 4. الفرينك نيرف ده ميكسد نيرف. يعني ايه ميكسد؟ في موتور فايبرز بتحرك مسل، وطبعا دي اكيد مين الموتور فايبرز اللي بتحرك المسل اللي احنا بنغذيها اللي هي الديافرام. بس خد بالك الفرينك نيرف كمان شايل سنسوري فايبرز. سنسوري فايبرز من الحاجات اللي حواليه. انت حواليك مين بقى؟ طبعا حواليك الاخ ده بيريكارديوم، وحواليك الاخ ده مين الاخ ده اللي حوالينا وبنغذي سنسيشن بتاعته؟ البلورا، بس مش اي بلورا، البرايتال بلورا اللي مغطيه الديافرام اللي هي الديافراجماتيك بلورا، والبرايتال بلورا اللي في الميديا استاينم اللي اسمها ميديا استاينال بلورا. فاحنا عندنا الفرينك ده موتور ديافرام وسنسوري، الاثنين الاخوات اللي جنب بعض دول البرايتال بلورا والبريكارديا. والبرايتال بلورا خد بالك مش اي حته، ده الميديا استاينال والديافراجماتيك بلورا. يا ترى بقى ايه الكورس والريليشن بتاعت الفرينك نيرف؟ الفرينك نيرف ده اتفقنا طالع في النك، والكورس بتاعه في النك وعلاقته في النك ملناش دعوه بيها. المهم بقى الفرينك نيرف دون عايز يخش في السوركس، فبروح معدي قدام الايبكس اوف ذا لانج. اهي اللانج اهي، ودي الايبكس بتاعها. فعدى قدام الايبكس اوف ذا لانج ودخل ورا مين؟ دخل ورا البيجيننج اوف ذيس فين. الفين ده اللي اسمه البراكيوسيفاليك، بيتكون اهو نتيجه تلاقي الانترنال جاجولر والسبكليفيان. فعند البدايه بتاعته بالظبط راح معدي الفرينك نيرف، وبعد كده هو هينزل فين؟ هينزل في السوبيرو ميديا استاينم، وبعدين هينزل في الميدل ميديا استاينم. في الميديا استاينم سواء كان سوبيرو او ميدل، لاترال ليك في مين؟ على الشمال واليمين. الاخ الابيض ده مين؟ الاخ الابيض ده من اللاترال ليك على الشمال واليمين، طبعا ده البلورا، الميديا استاينال بلورا. طب مين بقى اللي ميديا ليك كده؟ اقدر اقول لك الله اعلم حسب ده الرايت فرينك ولا الليفت فرينك، لان يا جماعه الرايت فرينك ده نازل على الحته اللي نقدر نقول عليها الفينس سايد اوف ذا هارت،
نازل بقى على مين؟ قول كده هون بالترتيب، نازل بقى ميديا اللي في مين؟ رايت براكيوسيفاليك، ثم سوبيرو فينا كيف، ثم البريكارديوم اللي مغطي الرايت اتريوم، ثم ماشي على الانفيرو فينا كيفا. ايه اللي ودانا رايح ليه الانفيرو فينا كيفا؟ ما هو ماشي على الانفيرو فينا كيفا، هو الخط الستريت بتاعه، وهيعدي بتاع الناحيه اليمين ده في الانفيرو فينا كيفا الاوبننج ان ذا دايفرام. الكلام ده بقى بعكس مين؟ الاخ اللي على الشمال. الاخ اللي على الشمال ده دخل اهو السوركس، هينزل فين؟ بينزل النهاية يا جماعة زي ما اتفقنا لاترال لي في الميدياستاينال بلورا، وبعدين ميديال لي في مين؟ ميديال ليك في مين؟ عندك هنا بقى هننزل على الرايت سايد اوف ذا ميدياستاينم والرايت سايد اوف ذا هارت. مين بقى الرايت سايد اللي انت هتنزل ما بينهم؟ اولا نازل اهو الفرينك ما بين الاثنين ارتريز دول، ما بين الرايت سوري الليفت كومن كاروتيد والليفت سب كليفيان، وبعدين نازل على الليفت سايد اوف ذا ارش اوف ذا اورتا، وبعدين نازل على البريكارديوم اللي مغطي الليفت فينتريكل. وكده بقى وصل الدايفرام. الليفت فرينك يا جماعه بيختلف عن الرايت فرينك. الليفت فرينك بيخرم الدايفرام بنفسه وله الخرم الخاص بيه. فبتاع الناحيه الشمال ده نازل اهو ما بين الليفت سبكليفيان والليفت كومان كاروتيد، وبعدين على الليفت سايد اوف ذا ارش اوف ذا اورتا، وبعدين على البريكارديوم اوف ذا ليفت فينتريكل. خرمنا الدايفرام لوحدنا عن الناحيه الشمال. ويبقى ده يا جماعه الفرينك نيرف. نيجي بقى للنيرف الكبير قوي اللي موجود في السوركس الثاني اللي اسمه الفيجاس نيرف. الفيجاس نيرف طبعا ده كرينيال نيرف، ده كرينيال نيرف نمره 10. طبعا يعني ايه كلمه كرينيال نيرف؟ يعني مش طالع بالسباينال كورد. العصبه اللي بتطلع من السباينال كورد اسمها سباينال نيرفز، لكن الكرينيال نيرفز دي معناها طالعه منين؟ طالعه من المخ. فالفيجاس نيرف ده يا جماعه طالع من جزء في البرين اسمه برين ستيم، وبينزل طبعا في السوركس في السوركس والنك والابدوم. احنا اللي خصنا الجزء بتاع مين؟ مالناش دعوه للجزء اللي ماشي في السوركس، ولنا دعوه بالجزء اللي في الابدومن. احنا لنا دعوه بالجزء اللي موجود في السوركس عندنا. بيخش بقى الفيجاس نيرف ده فين يا جماعه؟ الفيجاس نيرف ده هو بيخش السوركس بيهايند برضو البراكيوسيفاليك فينز، بيخش بيهايند البراكيوسيفاليك فينز ويروح نازل في السوركس. وهو نازل بقى في السوركس هينزل في مين؟ بينزل في السوبيرو ميديا استاينم، وبعدين بينزل برضو في الميدل ميديا استاينم. بس خد بالك بقى ان الفيجاس اليمين غير الفيجاس الشمال في الميديا استاينم. يفرق ايه؟ الرايت فيجاس، الرايت فيجاس اللي هو ده وضعه ايه ده؟ وان ايه علاقته بالموضوع؟ نجيب بقى صورة الميديا استاينم الشهيرة بتاعتنا. للأسف صورة الميديا استاينم مش موجودة هنا هون. يبقى راجع كده، في عندكم في الميديا استاينم صورة الميديا استاينم من الناحية اليمين
وصوره الميديال سباينال من الناحيه الشمال. الميديال سباينال يا جماعه وانت تبص من الناحيه اليمين هتلاقي فيه الفيجاس نيرف نايم يمين التراكيه، ريليتد يمين التراكيه. وعن الناحيه الثانيه لاترالي في المفروض البلورا والرايت لانج. طب بتاع الناحيه الشمال نازل فين؟ بيكون نازل برضو في الجروف اللي ما بين الليفت سبكليفيان والليفت كومان كاروست. وبعدين الفيجاس نير بيروح نازل على الناحيه الشمال، شمال الارش اوف ذا اورتا، يعني زي الفرينك. والفيجاس نيرف اليمين والشمال بقى بيروح داخلين ورا المين برونكس. اول ما الرايت فيجاس والليفت فيجاس بيخش ورا البرونكس بيتقسموا لبرانشز كتير قوي، تعمل بليكسس بيهايند ذا مين برونكس اسمه بوستيرور بالمونري بليكسس. البوستيرور بالمونري بليكسس ده بيروح فين؟ البوستيرور بالمونري بليكسس ده بيروح بعد برانشز اللي على اليمين واللي على الشمال، يروح كل واحد فيهم بعد تو برانشز نازلين هنا هون يعملوا شبكه على الاسوفيجس، يروحوا عاملين لك حاجه اسمها اسوفيجيال بليكسس. فالاسوفيجيال بليكسس ده كونتينيويشن للفيجاس، الفيجاس اليمين والشمال اتقسم لبرانشز كتيره وبليكسس ورا البرونكس اسمها بوستيرور بالمونري بليكسس. البوستيرور بالمونري بليكسس ده نزلت منه برانشز تعمل لك مين؟ تعمل لك اسوفيجيال بليكسس. الاسوفيجيال بليكسس ده بقى بيعدي مع الاسوفيجس في الاسوفيجيال اوبننج ان ذا دايفرام، ويتحول البليكسس ده الى انتيرور جاستريك نيرف وبوستيرور جاستريك نيرفز. الانتيرو جاستريك نيرف ده مينلي بيكون جاي من الليفت فيجاس، والبوستيرو جاستريك نيرف ده مينلي جاي من الرايت فيجاس. طبعا واضح من اسمهم جاستريك، دول بقى خلاص دخلنا في الابدوم ما يخصناش، بس واضح طبعا ان الجاستريك دول اللي هم مين؟ رايحين للاستومك. وبعد كده بقى بيكملوا عشان يدوا حتت كتير قوي في السمول انتستين، ملناش دعوه بيها. المهم بقى ايه البرانشز اللي تخصنا في السوركس؟ طبعا الفيجاس نيرف ده يا جماعه المين باراسمباثيك نيرف اللي في الجسم، المين باراسمباثيك نيرف في الجسم، فبيدي لك بقى برانشز لكل الاورجنز اللي في طريقه. برانشز لكل الاورجن اللي في طريقه زي مين؟ طبعا طبعا كاردياك بليكسس. فالباراسمباثيك سبلاي دول اللي في السوبرفيشيال والديب كاردياك بليكسس دول باراسمباثيك جايين من الفيجاس. وبعدين ما تنساش النيرف الشهير قوي اللي اسمه الريكرنت لارينجيال نيرف. الريكرنت لارينجيال نيرف الشمال طبعا ليفت ريكرنت لارينجيال نيرف. الليفت ريكرنت لارينجيال نيرف ده يا جماعه ده الفيجاس اهو الشمال. بيلوه الارش اوف ذا اورتا بيروح مطلع برانش اسمه ليفت ريكرنت لارينجيال نيرف اللي بيعمل زي الخطاف هوكينج اراوند ذا لوور بارت اوف ذا ارش اوف ذا اورتا. عمل هوكينج بيهايند بيلو ذا ارش اوف ذا اورتا، رايح فين ده؟ طالع في الحفره في الجروف اللي ما بين التراكيه والاسوفيجس. ورايح فين ده؟ ده طبعا طالع فوق عشان يغذي اللارينكس. وطبعا هم سموه لي ريكرنت لارينجيال نيرف لانه راجع من السوركس لفوق للنك عشان يغذي اللارينكس، فسموه ليفت ريكرنت لارينجيال نيرف. ودي على فكره برضو حاجات تتعلق بالامبريولوجي على فكره. ويبقى ده يا جماعه الرايت فيجاس ادالنا برانشز ايه؟ كاردياك برانشز، وبعدين ادانا الليفت ريكرنت لارينجيال نيرف، وبعدين اكيد اللانجز والبرونكاي. الباراسمباثيك سبلاي بتاعهم جاي منين؟ من anterior and posterior pulmonary plexus. طب الاسوفيجس ده سبلاي بايه؟ بالاسوفيجيال بليكسس.
فكل البليكسس دي الباراسيمباثيك سبلاي بتاعها سواء كان كاردياك او بالمونري او اوسوفيجيال، كل الباراسيمباثيك سبلاي اللي فيها ده جاي لك من الفيجاس نيرف. بعد كمان النيرف الثالث اللي عندنا يا جماعه اللي اسمه سيمباثيك تشين. السيمباثيك تشين ده يا ترى جاي منين؟ انا طبعا بديكم نبذه كده صغيره عنه. السيمباثيك تشين ده يعني اكيد كونتينيويشن للي جاي من فوق، السيمباثيك تشين اللي جاي من النك. والسيمباثيك تشين ده يعني بتخش السوركس عن طريق انها بتعدي قدام الفيرست ريب و بتنها ماشيه في السوركس لحد ما بتنتهي بانها بتخرم جزء من الديافرام اسمه ميديال اركوت ليجمنت وتكمل از ابدومينال سيمباثيك تشين. فهو السيمباثيك تشين دي على فكره جام ماشيه موازيه للفيرتبرال كولم من اوله لاخره. فالفيرتبرال كولم في النك يمين وشماله في سيرفيكال سيمباثيك تشينز. السوركس نفس الحكايه، سوراسيك سيمباثيك تشين. كونتينيوشن بتاعها في الابدومن، ابدومينال سيمباثيك تشين. في البلفس نازله كبلفيك سيمباثيك تشين. احنا تخصنا بقى اللي في السوركس دي كونتينيوشن اللي في النك ودخلت معديه قدام الفيرست ريب. و في الاول بتكون ماشيه على النيك اوف ذا ريبس وبعد كده بتبقى ماشيه على السايدز اوف ذا فيرتبري. والسيمباثيك تشين هنا عموما بيكون يا جماعه فيها من 11 ل 12 جانجليا. ليه؟ يعني هو المفروض يكون في 12 جانجليون جنب كل فيرتبرا. لا، ساعات يا جماعه الفيرست ثوراسيك سيمباثيك جانجليا بتكون متحده مع الانفيرور سيرفايكال جانجليون ويعملوا جانجليون كده كبيره اسمها استيليت جانجليون عامله زي النجمه. فلو نمره واحد لحمت مع اللي هي ثوراسيك جانجليون لحمت مع السيرفايكال اللي فوقيها كده هو هيبقى عندك 11 جانجليون بس مش 12. طبعا السيمباثيك تشين دي بقى اللي بتطلع لك السيمباثيك فايبرز اللي رايحه فين. كلنا عارفين ان السيمباثيك تشين متصله بالسباينال نيرف الكورسبوندنج ليها بجراي اند وايت تريماي كوميونيكانس زائد كل السيمباثيك سبلاي بقى اللي في السوركس الكاردياك برانشز والبلمونري برانشز اللي داخله في الكاردياك بليكسس والبلمونري بليكسس والاورتك بليكسس والاوسوفيجيال بليكسس دول كل السيمباثيك فايبرز اللي فيهم جايه من السيمباثيك تشين. طبعا حكايه كل واحده جايه من انهي جانجليون دي كتير عليكم ملهاش اي لازمه. ده الكلام الصفصطه بتاع العيال بتاعت البشري. نشطبها لكم خالص. ده السيمباثيك تشين اللي بتغذي لك الحاجات دي في السوركس. كل السباينال نيرف متصلين بيها عن طريق الريماي كوميونيكانس. كاردياك وبالمونري واسوفيجيال واورتيك برانشز تساهم في بليكسس اوف نيرفز. والبليكسس دي بتكون مشتركه بارا سيمباثيك من الفيجاس وسيمباثيك من السيمباثيك تشين. في عندنا بقى ثلاثة نيرفز طالعين من الثوراسيك سيمباثيك تشين بس نازلين يغذوا الاستراكشرز اللي في الابدومن. الثلاثة بقى أعصاب دول اللي هم كلهم سيمباثيك فايبرز، نيرف اسمه جريتر سبلانكنك، وما دام في جريتر يبقى في أخوه ليسر سبلانكنك الأصغر، وبعدين تحت خالص أوطى واحد فيهم واحد اسمه لوست سبلانكنك. وكل سبلانكنك الثلاثة دول ما بيغذوش عندنا حاجة في السوركس، دول نازلين بيخرموا الديافرام عشان يغذوا الاستراكشرز اللي في الابدومن. ويبقى دي السيمباثيك تشين. Thank you for good listening and good luck. قبل بس ما انهي الفيديو افتكرت حاجة عشان الامتحان بتاعكو. انا مش جايب اسئلة في السيمباثيك تشين السنة دي يعني، فعشان الناس اللي داخلة امتحانه مزنوقة بكرة. ومهم كمان نسيت اقول لكم في الاسوفيجاس اماكن الكونستريكشنز اللي موجودة في الاسوفيجاس.
فبجانب البدايه والنهايه بتاعه الاسوفجس كونستريكشنز. والفيجاس والفرينج طبعا مهمين فيهم اسئله، والسيمباثيك تشين ما عملتش فيها وما حطيتلكمش فيها اي سؤال. Thank you for good listening and good luck.